أخيرا نختم هذا اللقاء معكم بهذا السؤال للأخ أبو عبد الرحمن، يقول: صلى رجل بآخر في صف واحد، إلا أن المأموم تقدم على إمامه قليلا في الصلاة، في صلاة الإمام والمأموم صحيحة؟ إذا كان تقدم كثيرا لا تصح صلاته، ما إذا كان تقدم يسير فلا بأس بذلك، يعفى عنه. نعم.